السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار السعودية لهذا المساء، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء أثيوبيا تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين. خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق. وفي يومه الأخير منتدى الأمن السبراني العالمي يناقش التهديدات السبرانية وسبل التصدي لها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة فخامة السيد دانيال آراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق. وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال آراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجينا ألا تروا أي سوء ومكروه. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق طراد التقدم والازدهار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة فخامة السيد دانيال آراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق. وقال السمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال آراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة السيد باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وفي الشأن المحلي، اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري، اطلع على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة. وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان خلال لقائه مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف محمد واصلي، وجه بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات الهيئة. وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في جميع مناطق المملكة، ومتابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبلي وتنفيذ الخدمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات.
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بدعم خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد لمجالات القرآن وأهله. جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة لهذا العام. وأعلن خلال الحفل عدد المكرمين في الحفل، حيث بلغ 25 فائزا و21 فائزة، ومجموع الجمعيات التي تأهلت للمراحل النهائية 26 جمعية. إثر ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن المراحل التي يمر بها المتسابق واللجان والجهات المشاركة في المسابقة، كما تخلل الحفل نماذج من تلاوات الفائزين. هذه مسابقة تحمل أعظم وأشرف اسم على وجه الأرض، وهو القرآن الكريم. التباري فيه والمسابقة في مجاله شرف لهذه البلاد وأهلها وأبنائها وبناتها. نحن نسير وفقا لتخطيط سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي العهد، لنوجد أبناء على مستوى عالي جدا من الإدراك والفهم، وأفضل ما يكون الفهم والإدراك فيه هو القرآن الكريم. فلذلك أنا في هذا المجال أقدم شكر وتقدير لهذه الجمعية الفتية التي تقوم على أسس واضحة وسليمة، ولرجالها المخلصين على رأس الشيخ عبد العزيز الذي يوليها كل الاهتمام، وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي نائبه وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لهم جميعا مني الشكر والتقدير. من ناحية أخرى، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ووكلاء الأمانة. وقدم خلال الاجتماع عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية والمراحل التنفيذية والتصاميم العملية لها، كما قدم عرض عن خطة وكالة الأمانة لبلديات المنطقة لمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة ومناقشة أبرز الحلول العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واطلع على سير العمل في تجهيز مدينة الرياض لمناسبة مجموعة العشرين الاقتصادية G20. أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن التعداد السكاني مهمة واسعة وبالوقت ذاته دقيقة، وهو ما يشكل تحد أمام القائمين عليه. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم مشرف منطقة نجران لمشروع تعداد السعودية 2020 حسن الفيفي وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة، حيث نوه سموه بأهمية هذا المشروع في الاعتماد على مخرجاته في رسم استراتيجيات التنمية للوطن. واستعرض سموه خلال اللقاء خطة تعداد السعودية 2020 في المنطقة والمسار التنفيذي والزمني للمهمة، معربا عن أمنياته لفريق العمل بالتوفيق. ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بالمهام الجليلة التي يؤديها جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني بنشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري ومحاربة الأفكار والعقائد الفاسدة والدعوات المنحرفة. ونوه سموه خلال لقائه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الشيخ الدكتور عبد الحكيم العجلان ومرافقيه، نوه بالبطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني التي هي محل تقدير واعتزاز لجميع أبناء المملكة، وبالدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة ومختلف القطاعات العسكرية من قبل القيادة الرشيدة، مثمنا الجهود التي يبذلها سمو وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجالها. من ناحية أخرى، رعى سمو أمير منطقة القصيم اليوم الحفلة الختامية لمسابقة سموه لحفظ القرآن الكريم الذي تنظمه جامعة القصيم. وخلال الحفل أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن مناسبة تخريج حفظة لكتاب الله هي أعظم مناسبة، وخدمة القرآن الكريم شرف عظيم، لافتا الانتباه إلى أن قيادات هذه البلاد أولت للقرآن الكريم اهتماما بحفظهم
له عبر طباعته والعناية به وإقامة حلقات تحفيظ القرآن والجمعيات ومثل هذه المسابقات. وخلال الحفل قدم فيلم وثائقي عن المسابقة وأبعادها، حيث بلغ مجموع جوائز المسابقة أكثر من 500,000 ريال، وزعت على 43 فائزا وفائزة من أصل 3,400 متسابق ومتسابقة من 45 جنسية مختلفة. إثر ذلك دشن سمو أمير المنطقة مشروع تطبيق القرآن الكريم لمصحف جامعة القصيم. ونبقى في منطقة القصيم، حيث اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على نماذج من مخطوطات للمصحف الشريف لخطاط المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة الدكتور عثمان بن عبد طه. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المعرض الخاص بالقرآن الكريم الذي أقامته الجامعة تحت عنوان إنه لقرآن كريم. وأرحب سمو أمير القصيم بالدكتور عثمان طه الذي خط بيده القرآن الكريم أكثر من 10 مرات، داعيا الله تعالى ألا تمس يديه النار، ويوفقه دائما في مثل هذه الخطوات. حيث قدم المعرض عددا من مواقف وجهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم، واحتوى على صور فوتوغرافية ومخطوطات ومصاحف قديمة، إضافة إلى عرض جميع المراحل التاريخية للمصحف الشريف منذ تاريخ نزول القرآن الكريم مفصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراحل جمعه ثم عناية المملكة بالقرآن الكريم منذ نشأتها وحتى عهدنا الزاهر، والعناية بحفظته وقرائه من كافة بقاع الأرض. ومن جهة ثانية، كرم سمو أمير منطقة القصيم الممرضة مريم الشمري نظير مبادرتها الإنسانية في إنقاذ وإسعاف 4 أشخاص من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم أثناء تعرضهم لحادث مروري بمدينة بريدة. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالمبادرة الإنسانية التي بذلتها الممرضة في تقديم الإسعافات الأولية للأسرة، الذي يعكس حسها الإنساني النبيل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، مشيرا إلى ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني والمساهمة بكل اتجاه ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه. زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية المواطن عبد الله البناجي الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه العام الماضي، استجابة لشفاعة سموه وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل، وذلك في منزله بمحافظة العويقيلة. وأكد سموه على ما تنعم به المملكة من أمن وأمان ورخاء وتلاحم وتكافل اجتماعي في ظل القيادة الحكيمة وفي إطار قيمنا الإسلامية التي تحثنا على التآخي والمحبة والتسامح والعفو والاحترام. وأطلق سمو أمير المنطقة مبادرة تطوير مدخل محافظة العويقيلة التي تستهدف تسهيل عملية ربط الطريق الدولي بالمحافظة ولتحقيق انسيابية الحركة المرورية وإيجاد مداخل رئيسة للمحافظة ورفع مستوى الحركة التجارية والاستثمارية فيها. وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية تنفيذ المشروع بالمواصفات والشروط الفنية ذات الجودة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود التي تسهم في تطوير المتنزهات والحدائق العامة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة في جميع مدن ومحافظات المنطقة. كما شرف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حفل أهالي محافظة العويقيلة بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة، والتي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين. وأعرب الأمير فيصل بن خالد عن سعادته بالتواجد بين الأهالي، مشيرا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم، مؤكدا أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع وأن كل مواطن محل اهتمام وعنايته.
ومن جهة أخرى، دشن أمير الحدود الشمالية في مستشفى العويقيلة العام إلكترونيا على المشروعات الصحية بمحافظة العويقيلة بقيمة 32 مليون ريال، شملت مشروع الأعمال التطويرية بمستشفى العويقيلة العام ومشروع المرحلة الثانية من إنشاء سكن العاملين بالمستشفى وإنشاء المبنى الإداري بالمستشفى. ونوه الأمير فيصل بن خالد بالدعم الكبير والسخي للقطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين، مشددا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية وتوفير الكفاءات البشرية الوطنية في القطاعات الصحية، مؤكدا على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن وتوفير الرعاية الصحية له، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. ومن جانب آخر، تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء، وأكد سموه خلال عقده لقاء مفتوحا مع طلاب وطالبات الجامعة أن التحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة يعتمد على سواعدهم وقدراتهم للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، داعيا إياهم للنهوض بمسؤوليتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ثم أعلن الأمير فيصل بن خالد عن إطلاق شعار نصنع مستقبلنا، معربا عن ثقته بشباب المنطقة بترجمة الشعار على أرض الواقع لخدمة وطنهم وتنمية قدراتهم العلمية والمعرفية. ونبقى في منطقة الحدود الشمالية، حيث نقل سمو أمير المنطقة تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحة. ونوه الأمير فيصل بن خالد خلال زيارته لمقر القطاع بما تحظى به القوات العسكرية من دعم ورعاية لدن القيادة الرشيدة، مشيرا إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، ودحر العدو وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، سائلا العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه. ثم طلع سموه على إيجاز عملياتي لمهام حرس الحدود، معربا عن اعتزازه وفخره بما يشاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها الضباط والأفراد وجهودهم في تغطية الحدود البرية. ومن جانب آخر، وقف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن جولته التفقدية على محافظات المنطقة على موارد مياه غور الضويحي ومورد نواضر ومورد جريبان بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ومدير عام الشركة السعودية للكهرباء ومدير عام الطرق. واطلع الأمير فيصل بن خالد على إمكانيات الموارد والخطوات الجاري تنفيذها لتعزيزها، مؤكدا على ضرورة تطبيق جميع المبادرات الوزارة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للتنمية الزراعية والحيوانية، وموجها الإدارات الحكومية بتهيئة وتجويد أداء موارد البادية وتسويرها لتغطية حجم الطلب على المياه وإنشاء خزانات لاستيعاب الطلب المتزايد وإيصال الكهرباء وسفلتة الطريق الرئيسي لها. كما التقى أمير منطقة الحدود الشمالية عددا من الإعلاميين من محافظتي رفحة والعويقيلة، وأكد الأمير فيصل بن خالد أثناء اللقاء على دور الإعلام بنقل الصورة الحقيقية وإيصال صوت المواطن للمسؤول وإظهار ما حظيت به المنطقة من مشاريع تنموية في شتى المجالات، مبينا أن رسالة الإعلام يجب أن تكون مركزة على صنع الوعي واستشراف المستقبل والتعريف بالمنجزات الوطنية وإبراز هوية المنطقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في عام الخط العربي، جامعة أم القرى تنظم مسابقة للخط بهدف اكتشاف الموهوبين. أهلا بكم من جديد. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف خلال لقائه عددا من مزارعي الزيتون، اطلع على نبذة عن زراعة هذه الشجرة المباركة التي اشتهرت بها المنطقة، حيث قدم المزارعون لسموه عددا من الاقتراحات لمهرجان الزيتون والذي ينطلق في شهر مارس القادم. وأكد أمير الجوف على الاستثمار في هذه الشجرة المباركة والتي أصبحت رمزا للمنطقة، يقصدها الباحثون عن منتجات الزيتون من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، كما
أن مهرجان الجوف للزيتون السنوي يعد رافدا اقتصاديا للمنطقة وأبنائها من خلال خلق فرص العمل وإيجاد حراك اقتصادي في المنطقة، مؤكدا حرص سموه على تطوير المهرجان. نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود الذي تحظى به كافة القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في توفير كل الإمكانات المتطورة في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن. وأعرب سموه خلال لقائه القيادات الأمنية بمختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالبطولات والتضحيات التي سطرها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية للدفاع والذود عن أمن وحدود الوطن. وأكد الأمير تركي بن هذلول أهمية مواصلة العمل والتعاون بين كافة القطاعات العسكرية لتحقيق النتائج المرجوة في خدمة الدين ثم الملك والوطن. كما نوه سمو نائب أمير منطقة نجران بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بقطاع التعليم والبحث العلمي للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار. واستعرض الأمير تركي بن هذلول خلال لقائه مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي مشاريع المدينة الجامعية وكذلك دراسة حول المعوقات لمشروع المستشفى الجامعي. كما اطلع سموه على خطة البرامج التعليمية التي نفذتها جامعة نجران مثمنا الجهود التي تقوم بها جامعة نجران في خدمة الطلاب والطالبات، ومشددا على ضرورة الاهتمام بمخرجات الجامعة واختيار التخصصات المناسبة والنوعية التي يحتاجها سوق العمل وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل قائد كتيبة مكافحة الشغب 111 بالحرس الوطني بالمنطقة المكلف العميد عايد الشمري بمناسبة تكليفه قائدا للكتيبة. ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للحرس الوطني وقطاعاته، ومشيدا بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بدر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني واهتمامه المباشر بجميع القطاعات التابعة للوزارة بما يعود بالنفع على أمن الوطن والمواطن. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف على تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر العلي، الذي أكد لسموه أن واحة دومة الجندل تحتضن مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد وسوق دومة الجندل التاريخي وحي الدرع ومتحف الجوف الإقليمي وسورة دومة الجندل والقنوات المائية ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية التي تجذب أعدادا كبيرة من الزوار والباحثين عن الأصالة والتراث. التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وتطلع سموه خلال اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. كما التقى سمو وزير الخارجية سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمسجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد نيكولاس ساركوزي، وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكة علي سودهن، وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي.
دشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي الشبانة المنصة الإلكترونية للتسجيل المهني للإعلاميين، والتي تتيح لكافة المرتبطين بالقطاع الإعلامي بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين التسجيل في المنصة والحصول على البطاقة المهنية التي توفر لهم عددا من الامتيازات. وأوضح الوزير الشبانة أن الهدف من التسجيل المهني للإعلاميين هو أن يكون تعريفا لهم وتقديم الدعم لحامليها، مضيفا أن الوزارة ستعطي الأولوية لحاملي البطاقة في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها الوزارة والهيئات التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل الوزارة والهيئة على التطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030. كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي خلال المنتدى الدولي للأمن السبراني أن المملكة الأولى على مستوى دول مجموعة 20 من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات بنسبة بلغت 96% من إجمالي الحركة في المملكة، وذلك بعد أن مكنت الهيئة الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات في جميع شبكات المشغلين بهدف الرفع من مستوى أمان ومتانة البنية التحتية للمجتمع الرقمي. يمثل المنتدى الدولي للأمن السبراني في العاصمة الرياض واحدا من أكبر الفعاليات في مجال الأمن السبراني عالميا، ويقام في المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم أكثر من 50 جلسة تتطرق لعدد من المواضيع في 5 محاور رئيسية، وهي صناعة الأمن السبراني والتعاون الدولي في هذا المجال والمجتمع السبراني والتقنيات الحديثة في هذا المجال. ويشارك في المنتدى 140 متحدثا وأكثر من 1200 خبير من 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية في الأمن السبراني، وذلك لتحفيز الاستثمارات في صناعة الأمن السبراني، مما سيدعم من تطور القطاعات في المملكة والتي تشهد نموا مضطردا ومتسارعا، كما سيعزز من نمو قطاع الأمن السبراني العالمي. المملكة بدورها رفعت من قدراتها وإمكاناتها في مجال الأمن السبراني خلال السنوات الأخيرة، فقد صنفت في المركز 13 دوليا والأولى عربيا بحسب مؤشر الأمم المتحدة GCI لتصنيف الدول ومدى التزامها بالأمن السبراني، وهي تتطلع إلى تأكيد مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال الفترة من الأول وحتى الثاني من شهر رجب من عام 1441 للهجرة، ويعد المنتدى أكبر تجمع بالمملكة في قطاع المقاولات، وستشارك في نسخة هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها خلال المرحلة القادمة، ويبلغ عدد المشاريع أكثر من 850 مشروعا تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها تتعلق بتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. لتعزيز وترشيخ واحد من أهم الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر العصور، نظمت جامعة أم القرى مسابقة الخط العربي لطلاب الجامعة في المملكة بهدف اكتشاف الموهوبين والبارزين في فنون الخط العربي. المزيد في التقرير التالي. احتفلت جامعة أم القرى بختام مسابقة الخط العربي التي أقيمت بمشاركة أكثر من 130 طالب من مختلف الجامعات السعودية، وتهدف هذه المسابقة إلى إحياء جماليات وفنون الخط العربي والبحث عن الموهوبين في هذا الإرث العربي الكبير. في مسارات خط النسخة وخط الرقعة وخط الديواني وخط الجلد الديواني، الحمد لله كانت مشاركات قيمة. اليوم إن شاء الله حتشوفوها في المعرض، وإن شاء الله بإذن الله هذه النسخة الأولى، وبإذن الله الأعوام القادمة تكون أفضل وأفضل إن شاء الله بإذن الله. وقد تم الاتفاق مع الجمعية العلمية السعودية للخط العربي على تنظيم دورات للخط العربي مستقبلا لأبناء الجامعات لتدعيم قواعده وفنونه وترسيخه لدى الطلاب. مسابقة مبشرة إن شاء الله بخير، والآن عندنا كمان مبادرة وزارة الثقافة اللي هي عام 2020 عام الخط العربي،
كمان تكون مبادرة جيدة لنهتم بهذا التراث الخالد بهويتنا الإسلامية، هويتنا العربية حقيقة في الخط العربي، ونعطيه مزيد من الاهتمام لننشئ طلابنا في الجامعات أو في المدارس على هذا الفن الأصيل. جزء من هويتنا هو الخط العربي، الخط العربي ينقل في ثناياه المعنى واللغة والصوت والجمال، كل هذه الأمور تتجلى في هذا الخط العربي، والتي نشاهدها موجودة في مساجدنا، في المسجد النبوي الشريف ومسجد مكة المكرمة والمسجد الحرام وكثير من المساجد تزين بها تلك الجدران، فهو يتميز بهذه الخصوصية الخاصة والتي نفخر بها، وما جاءت هذه المسابقة إلا دعم لهذه المكان للخط العربي. هذا وقد بلغت جوائز هذه المسابقة أكثر من 30,000 ريال منحت للفائزين وفقا للمعايير الفنية التي تقررها لجنة التحكيم. تركي الأحمري، مكة المكرمة. نشرة المساء مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم رسميا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027. أهلا بكم مرة أخرى. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، كما شددت على أن القرارات يتم الإعلان عنها رسميا داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. افتتح مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية لمدة 3 أيام ليسلط الضوء على تطوير وتحفيز المنظومة الصحية للموارد البشرية في المملكة. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي. برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير مؤتمر مكة للموارد البشرية الثالث تحت شعار المستقبل الآن لوطن طموح فهل أنت مستعد، والذي تستمر فعاليته على مدار 3 أيام بحضور عدد من ممثلي الموارد البشرية في مختلف الجهات بقطاعي الدولة ونخبة من المختصين والمهتمين والمتحدثين المشاركين في ورش العمل والجلسات العلمية. المؤتمر يسلط الضوء على كثير من الأمور المتعلقة بما يخص الموارد البشرية والتطوير والتحفيز والتمكين للموظفين، أيضا يسلط الضوء على التحول الصحي في منظومة الصحة في المملكة العربية السعودية وما تحتاج من آليات لإنجاز المهمة. تم استقطاب نخبة من خيرة المدربين في اليوم الأول لورش العمل، وكذلك رؤساء الجلسات والمتحدثين من داخل الوزارة وخارج الوزارة لخلق أفكار متجانسة، أفكار متعددة لخلق جو إبداعي أكثر. تمام، طبعا نأمل أننا نكون وصلنا الهدف اللي نطمح له، وبإذن الله على مدى 2022 راح يكون مؤتمر مكة الدولي بإذن الله، هذا هدفنا. وجاءت هذه النسخة هي امتدادا لما سبقتها مع مراعاة عمل خطة استراتيجية لتطوير محاور المؤتمر بما يتواكب مع المرحلة التي تشهدها المملكة، حيث يعنى المؤتمر بجميع أمور الموارد البشرية في جميع القطاعات بشكل عام والصحي بشقه العام والخاص. لأخبار السعودية، هيفاء الأمير، مكة المكرمة. وافقت وزارة العدل على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية، وذلك لتحسين إجراءاتها بما يضمن المحافظة على حقوق جميع الشركاء في العقار. ونصت الضوابط على توثيق جميع الملكيات المشاعة للشركاء كافة ملاك العقار في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد على أن يزود كل مالك بنسخة من الصك. وبحسب الضوابط فإن هذه الإجراءات تطبق على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التاريخ، على ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعا حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء وفق الإجراءات المشار إليها في الضوابط.
انتهت أمس المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية بمسافة 173 كيلومتر بفوز دراج فريق الإمارات روي كوستا، فيما حل الدراج البريطاني هاسلر هاينريش على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الدراج الفرنسي بوهاني ناصر. واستكملت صباح اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من الطواف بمسافة تجاوزت 180 كيلومتر، ويشارك في السباق 126 دراجا عالميا يمثلون 18 فريقا من مختلف دول العالم يتنافسون على 5 مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كيلومتر. ويقام هذا الحدث العالمي تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات UCI وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة. شاركت المملكة اليوم ضمن الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020، وأكد سمو الأمير منصور بن ثنيان مدير إدارة التنمية والبيئة في وزارة الخارجية ممثل المملكة في الاجتماع أن بلادنا تولي اهتماما بالغا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. وستشارك المملكة في مؤتمر المحيطات لعام 2020 المزمع عقده في البرتغال في شهر يونيو القادم لبدء فصل جديد من الإجراءات العالمية حفاظا عليها. وشارك في الاجتماع التحضيري لوفد المملكة خبراء من وزارة الخارجية والاقتصاد والتخطيط والبيئة والتنمية والزراعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى العميد فارس المالك. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين على الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة. وقعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها. المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء. وفي أخبارنا الرياضية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا. ومن المقرر أن يقدم ملف متكامل بالمتطلبات كافة مدعوما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهد نجاحا كبيرا وإقبالا متزايدا من أقطار العالم كافة. ويأتي طلب الاستضافة تأكيدا على نجاح ودعم الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية للمنافسة على الاستضافة. انتهى لقاء فريق العدالة مع مضيفه ضمك بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل لضمك محترفه الجزائري إبراهيم الشنيحي عند الدقيقة 49، فيما سجل للعدالة محترفه أندريا عند الدقيقة 78 عن طريق ضربة جزاء. وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يقام الآن لقاء التعاون بنظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
موجودة والكرة مبعدة وبتصل إلى حمدان الشبراني اللي يتقدم. وفي آخر لقاءات الجولة 17 اليوم يستضيف نادي الهلال نظيره الرائد عند الساعة 8:20 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وفي أخبار الطقس وتوقعاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، ما تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير ومرتفعات مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ومناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. نشرة أخبار المساء انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء أثيوبيا تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق. وفي يومه الأخير منتدى الأمن السبراني العالمي يناقش التهديدات السبرانية وسبل التصدي لها. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.